توجه عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بالمغرب إلى مقر السفارة المصرية بالرباط خلال الساعة الأولى للمشاركة في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية. وفتحت السفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط أبوابها لأعضاء الجالية المصرية لممارسة حقهم الدستوري، مقدمة كافة التسهيلات اللازمة لعملية الاقتراع. وكان سفير مصر لدى المملكة المغربية ياسر مصطفى عثمان أكد أن السفارة استكملت كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.